بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة النادي الأهلي الحبيبة، أولا نحن أشكر الإعلامية المتألقة مريم سميح وضيوفها الكرام الدكتورة داليا عرابي والكابتن محمد موسى على الاستوديو التحليل الرائع اللي عملوه قبل المباراة. يسعدني ويشرفني أن أكون معاكم لنقل وتحليل والتعليق على مباراة كأس السوبر لموسم 22-23 بين فريقي النادي الأهلي ونادي الجزيرة للآنسات. بطولة جديدة ومباراة جديدة لفتيات الذهب كما نسميهم الفرقتين. النادي الأهلي بيلعب كأس السوبر بصفته حامل لقب الدوري والكأس الموسم اللي فات، ونادي الجزيرة بيلعب بصفته وصيف الدوري والكأس العام الماضي. الفرقتين السنة اللي فاتت قدموا موسم استثنائي مع مدربيهم اللي كانوا أول مرة يمسكوهم السنة اللي فاتت، كابتن طارق خيري اللي انتوا شايفينه دلوقتي مع جهازه، كابتن عليا والكابتن كريم اسماعيل والكابتن ماجد سلامه والكابتن اكرم الشرباجي. طارق خيري في اول موسم ليه مع النادي الاهلي حقق العلامه الكامله، 5 بطولات من 5 بطولات. نادي الجزيره مع القياده الفنيه الكابتن عمرو عاصم وهو من ابناء النادي الاهلي حقق موسم استثنائي الموسم الماضي، حيث حقق بطوله وصيف الكأس وصيف الدوري لأول مرة منذ فترة طويلة للنادي الأهلي للنادي الجزيرة. دلوقتي بيتم تقديم اللاعبين والحكام. زي ما قلنا نجح كابتن طارق خيري الموسم الماضي إن هو يفوز ب5 بطولات لأول مرة منذ وقت طويل، فاز ببطولة منطقة القاهرة، بطولة المرتبط، بطولة الكأس، بطولة السوبر وبطولة دوري السوبر. السنة دي كانت البداية متعثرة شوية مع فريق النادي الأهلي، خسرنا أول بطولة الموسم ده وبطولة المرتبط. ده اللي خلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة يعمل اجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين يوم السبت الماضي ليحثهم على نسيان ما فات وتقديم كل الجهد والعرق من أجل استعادة الانتصارات واستعادة البطولات اللي النادي الأهلي المفروض إن هو أجهز فريق وأكمل فريق بما وفره له مجلس الإدارة والنشاط الرياضي بقيادة الكابتن خالد العوضي، إن هم نعود للبطولات مرة أخرى. والنهارده إن شاء الله هتكون البداية. بداية أنا أعتقد إن المباراة ديت مباراة إعادة استعادة الثقة للاعبين واستعادة الانتصارات واستعادة البطولات، خصوصًا قبل إن النادي الأهلي مفروض إن هو ينظم بطولة أفريقيا للأندية الأبطال في ديسمبر القادم ان شاء الله. النهارده بيمثل النادي الاهلي اللعيبه ميرال اشرف رقم 4، نادين سلعاوي رقم 7، سرايا محمد رقم 8، دينا عمرو رقم 10، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي رقم 15، تمارا نادر السيد رقم 33، حبيبه محمد بيكو رقم 40، يارا اسامه 44، والمحترف السنغاليه فاتو دياني 45، وجايدة خالد رقم 99. الجهاز الفني بيقوده مدير فني الغزال كابتن طارق خيري، المدرب العام كابتن كريم اسماعيل، المدرب النجم علياء محمود، ودي طبعا من النجمات التاريخيات في كرة السلة النسائية في النادي الأهلي، نجاح ابراهيم كابتن ماجد المسلمي مدير الفريق، نجاح ابراهيم إدارية، أكرم شرباجي محلل الإداء، محمد علي عبد العزيز أخصائي لياقة بدنية، ودكتورة مارو الحسيني طبيبة الفريق، ودكتور ياسمين الكيلاني اخصائيه علاج الطبيعي. اما النادي الجزيره فممثله النهارده رضوى سالم 11، رنا علاء 14، عليا خالد 24، نسمه ماجد 21، خديده جانجل لعيبه المحترفه رقم 33، ملك حاتم محمد رقم ملك حاتم محمد، ملك محمد، ملك حاتم، وهلا تامر رقم 35، كنزي احمد خرشي رقم دبل زيرو، وجانا اشرف 55، وجاسمين اشرف رقم 14، والموهبه الصاعده بسرعه الصاروخ لعيبه خديجه عثمان لعيبه تحت 18 سنه.
خديجة عثمان لعبت تحت 18 سنة، مستقبل مصر ومستقبل نادي الجزيرة، أدت مباريات جيدة جدا وكانت هدافة بطولة المرتبط. نستعد الآن لبداية أحداث المباراة، وزي ما قلنا دي بطولة من مباراة واحدة، وده اللي بيصعب البطولة مهما يكون الفروقات، لكن دي مباراة واحدة. التوفيق بيعمل فيها عامل كبير جدا، عشان كده كابتن طارق خيري اليومين اللي فاتوا كان عنده تركيز كبير على الاستعداد من البداية، ان احنا ناخد الجيم ان شاء الله ونلعب بكل قوة علشان نبتدي نحط رجلينا على الطريق الصحيح للبطولات. قبل بداية المباراة احب من سيادتكم وارجو من سيادتكم الرجاء بالدعاء للاستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي، اللي كان دايما بيبقى حاضر للمباريات الكبيره ديت وخصوصا في العاب السعرات، ان هو ربنا يتمنى يشفيه يا رب ويعوم بينا بالسلامه. بدايه المباراه والجامبور الاولاني، الكره تبقى الحيازه الاولانيه لنادي الجزيره مع عليها خالد مارادونا، بتدي اللعيبه خديجه المحترفه الاجنبيه بتسجل اول نقطتين لنادي الجزيره. نادي الجزيره بتقدم 2-0 مع بدايه المباراه. رضوى محمد، نادي الجزيره بيلعب زون 2-3 في الملعب، في دلوقتي ميرال اشرف اللي معاه الكوره، رضوى محمد بتديها لفتونه تحت الباسكت اللي بتاخد الكوره وبتاخد نسمه ما ترتكب عليها خطا، رميتين حرتين لرقم 45 المحترفه فتونه السنغاليه. وطبعا في تمر نادر السيد ونادين سلعاوي، ده خماسي النادي الاهلي، اما خماسي نادي الجزيره خماسي نادي الجزيره خديجه جانيل المحترفه ورنا علاء ورضا سالم بتطلع الكوره، ومارادونا اللي معاه الكوره دلوقتي بتضغط عليها نادين سلعاوي كويس جدا وتخليها تطلع كره اوت سايد، في ضغط عالي من فريق النادي الاهلي، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. تماره، رضوى سالم، نادين سلعاوي، رضوى محمد، رضوى محمد بتديها لفنتونه تاني، حلوه، برافو عليك، جود باس يا رضوى، اسيست رائع، وفتونه بتسجل النقطتين 4-2 لصالح النادي الاهلي. وادي ضغط مبكر من النادي الاهلي عالية، أو مارادونا زي ما بيحب يندهولها عالية، خالد نادي بيلعب دفاع منطقة لنسمة، نسمة ماجد لعالية، نسمة بتحاول تاخد باك سكرين كده، خديجة بسلوسية ما بتجيبهاش، تلعبها بميرال، ميرال عايزة تروح اول زاوي، اول زاوي لا وقفت، هدت الملعب ويبقى هجوم 5-5 مفيش. سلعاوي سلام عليك، هارد لك تلعبها خديجة من نادي الجزيرة رقم 33 اللي تطلع بالكورة، نسمة ماجد، نسمة تحاول تخترق، بتخترق كويس قوي لكن دافع عليها كويس فتونة، ميرال أشرف، وده اللي متميز بيه النادي الأهلي الجري دوت، رضوى محمد خايفة تشوت، رجعوا في 5-5 تاني، سلعاوي، نادين، رضوى محمد، ثلاثية لكن بتعمل عليها بلوك جيد جدا خديجة اللعيبة المحترفة. رضوى محمد بتطلع الكورة، ميرال، نادين سلعاوي تمارا نادر السيد لميرال أشرف، بتخترق وبتسجل لكن ما بتتسجلش، تلمها نسمة ماجد، رنا علاء، رنا بنت النادي الأهلي طول عمرها بتلعب في النادي الأهلي ولعبت موسمين درجة أولى وبعد كده انتقلت لنادي الجزيرة الموسم قبل اللي فات. مارادونا نسمة نادين بتدافع عليه بتقطع كويس، برافو يا نادين، نادين سلعاوي، نادو تخترق وتطلع لميرال اشرف، ثلاثيه من ميرال ما بتجيش، تلمها نادر تمارا نادر السيد، تمارا الحكم الكابتن تامر يحيى بيقول ان الاوت سايد لصالح النادي الاهلي، كابتن تامر ادي تمارا لعيبه شارينها من نادي السد الموسم دوت، تعلق السنه اللي فاتت مع نادي الجزيره في النص الثاني، وكابتن طارق طلب ان هي يتعاقد معاها وفعلا تم التعاقد معاها من نادي الصيد. ناديين اخر ثانيتين
ما بتسجلش، تلمها خديجة، رن علاء، رن علاء، 4-2، فالثلاث دقايق وأربعة اتنين بس. مارادونا بيغير اتجاهه، طلع باص وحشة من نسمة، واضح لسه ان اثار التعب موجودة على الفريقين، الفريقين لسه مخلصين دور المرتبط يوم الخميس الماضي، كان في حمل زايد، ماتشات متلاحقة، واضح ان الفريقين متأثرين، حتى ان فريق نادي الجزيرة غايب عنا اتنين لعيبة مهمين جدا، حبيبة حاتم وفاطمة هاني بالاصابة ما لحقوش يتعالجوا. تمارا نادر السيد، تمارا بتلف وبتكتسب خطأ من رضوى سالم، ادي تمارا لعبة صغيرة في السن، لسه اعتقد لسه تحت 20 سنة، لمتين حرتين لتمارا نادر السيد، تمارا بتسجل، تمارا اللمة الحرة الأولى، برافو عليكي تمارا، برافو يا تمارا، بتسجل الرمية الحرة الثانية، استرفع النتيجة ل 6-2، فاضل 6 دقايق و55 ثانية، وفي فاول فعلا على نادين، الضغط العالي، لكن زي ما بيشاور كده الكابتن محمود جمال ان هي شدت ايديها، خطأ لصالح نادي الجزيرة، لصالح علي خالد، لسه الضغط العالي من النادي الاهلي، ضغط طول الملعب، رضوى سالم، رضوى سالم دلوقتي هو اللي بيخرج الكرة في الضغط، اللعيب الطويل عشان المدافع بتاعه ما بيبقاش مدافع جيد، لو عندنا لعيب طويل بول هاندر او بيشتغل كويس بالدريبل يبقى كويس. نسمه، خديجه، مارادونا، رضوى سالم بتشوطها ما تجيبش، تردنا رضوى، رضوى رضوى محمد، رضوى محمد، الاثنين حاولوا تقلب الملعب بسرعه، وقفت اللعب، اديتها لتمارا، ميرال اشرف ثلاثيه من ميرال، اول ثلاثيه في المباراه لميرال اشرف، الرمية الحرة الأولى الثلاثية الأولى لميرال، ترفع النتيجة ل 9-2، مارادونا تاني باص ما وحش من مارادونا، أوت سايد، ترن أوفر تلات، تاني ترن أوفر ورا بعده، عادي كرة العادة مع ميرال، ثلاثية، عادي ميرال أشرف، رضوى محمد، لسه نادي الجزيرة، نادي الجزيرة قلب دلوقتي مان تو مان، مدافع راجل راجل بعد ما كان بيلعب منطقة 2-2، رضوى محمد، رضوى محمد بفتونة تحت الباسكت ما بتجيبهاش، لكن نادين بتخش تلمها، وبيحتسب خطأ الحكم الكابتن محمود جمال لصالح نادين سلعاوي، يا ريت الكاميرا، ايوه على رقم 11 رضوى سالم، ده الخطأ الفني الثاني بيتهيألي، الخطأ الشخص الثاني، رامية حرة، ادي الكورة هنا دي دخلت كويس قوي، لمتها كويس وهي شدت ايديها، تمارا، نادين، نادين، ميرال اشرف، ثلاثية باك تو باك، ثلاثية تاني على التوالي لميرال اشرف، برافو يا ميرال، ميرال لعيبة نادي الشمس السابق، في الاثناء ديت كابتن عمرو عاصم بيطلب التايم اوت بتاعه، نسمع هيقول لهم ايه في التايم اوت. عوده المباراه بعد التايم اوت اللي طلبه الكابتن عمرو عاصم ومساعدينه الكابتن مصطفى سيد والكابتن هال سعد،
كابتن هلال سعد برضو تاريخ من في كره السله النسائيه في نادي الزمالك ونادي الجزيره. وبدايه اكثر من رائعه النادي الاهلي ب 12-2 لصالح النادي الاهلي. رادو سالم هي بتحاول تكسر الدفاع المتقدم. رنا علاء رادو سالم بتحاول تموت خش لنسمه. نسمه في خطا على تمارا بتعتذر لها تمارا بكل روح رياضيه. برافو يا تمارا، هارد لك. برافو يا نسمه، الف سلامه عليكي نسمه ماجد. خطا اوت سايد للحد الجانبي. نسمه رضوى سالم ثلاثيه. برافو يا رضوى، هايل. احنا طبعا بنشجع اللعبه الحلوه، طبعا احنا في قناه النادي الاهلي وكلنا اهلاويه، بس برضه دول بناتنا وبنشجع اللعبه الحلوه. رضوى الثلاثيه الاولى ليها ترفع نتيجه ل 12-7. ميرال فتونه تمارا نادر بتطلع لميرال اشرف كيك اوت. ميرال ما تجيبهاش، تلمها نسمه. برافو 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 يا رنا، هارد لك يا رنا. رنا علاء نادين سلعوي الثلاثيه. نادين سلعوي برافو يا نادو، ترفع السكور ل 15-5. دلوقتي نزلت كنزي مكان مارادونا. كنزي احمد خرشد، رنا علاء، رضوى سالم، خديجه، كنزي بتغير اتجاهاتها وبتخش. برافو يا كنزي، بس حاول تعمل باك ليه ما تجيش. نادين سلعاوي طلع لتمارا السادر السيد. تمارا ثلاثيه، برافو يا تمارا، خدت الثقه في نفسها، سجل الثلاثيه الاولى ليها. برافو يا تمارا، 18-5. فاضل 4 دقائق على نهايه الكوارتر الاولاني. رنا علاء، كنزي، ثلاثيه من كنزي ما بتجيبهاش، تلمها رضوى سالم. رضوى ثلاثيه ما بتجيش، لما ريم. ميرال اشرف، ميرال لتمارا نادر السيد. نادين سلعاوي، ايوه نادو، نادين اون فاير. النادي الاهلي خامس ثلاثيه ليه، يرفع النتيجه ل 18-5. 2 ميرال، 2 نادين، 1 تمارا نادر. 5 ثلاثيات في كوارتر واحد ما شاء الله. رنا علاء خش، رضوى سالم برافو. رضوى متالقه وعندها ميديم شوت نسبه عاليه جدا، انا شايف انها خاسه كويس. برافو يا رضوى عليكي. رضوى محمد النادي الاهلي، تمارا نادر، ميرال اشرف بتخترق. برافو يا ميرال، بتلمها رضوى سالم، وميرال اشرف بترتكب خطا ضد رضوى. من اللاعبات المميزات جدا في نادي الجزيره كابتن نادي الجزيره رضوى سالم. يا سلام عليك يا نادين، يا سلام عليك يا نادين. نادين سلعاوي بنت النادي الاهلي، سلام. انا في رايي من احسن اللاعبات اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. رضوى سالم بتاخد كوره تحت الباسكت وبتسجل، ترفع النتيجه ل 21-9 لصالح النادي الاهلي. دي 42 سنه نهايه الكوارتر. رضوى محمد بتاخد سكرين او ستار من فتونه، تطلع لنادين. نادين تتقطع من نادين سلعاوي وبتعتذر، تطلع لكنزي. كنزي بتهدي ملعبها لرضوى. رضوى لكنزي، العاب ستار بين كنزي ورضوى. كنزي طلع لخديجه، ثلاثيه من الجيش. لما رضوى محمد صانع الالعاب، ميرال بتخترق. طبعا رضوى رنا علاء بترتكب خطا ضد ميرال اشرف. رميتين حرتين لصالح ميرال. ميرال بدايتها كانت في نادي الشمس، كانت لعيبه متالقه جدا في الناشئات وفي المنتخب الناشئين ومنتخب مصر. بعد كده لعبت في دوري الجامعات الامريكي لمده 4 سنين، وبعد كده عندما عادت تعاقد مع النادي الاهلي واصبحت لعيبه النادي الاهلي من الموسم الماضي. ميرال من اللاعبات المميزات برضه في تاريخ مصر، ومن اللاعبات المميزات اللي لعبت بره في دوري الجامعات الامريكي بصوره رائعه، وكانت صوره مشرفه لبنات مصر في امريكا. كابتن طارق خيري بيطلب من لعيبته انها ترجع تلعب دفاع منطقه دلوقتي 2-3.
خديجه، رن علاء، رن علاء، في تحركات من لعيبه نادي الجزيره لخلخله الدفاع لكن ما بيتحركوش الكره بسرعه. رنا اد لك يا رنا، لما تمارا نادر، تمارا، ميرال اشرف، ميرال لفتونه ما تعرفش تستحوذ عليها، تاخدها كنزي اشرف، كنزي اشرف، كنزي لسه معايا الكوره، دفع عليها ميرال، رنا لكنزي، ثلاثيه من كنزي، هارد لك تخش وتخرج، رضا محمد تاني للكوره، برافو يا تمارا. ايه الرشاقه دي ما شاء الله تمارا نادر السيد، سرعه ورشاقه بتبقى مميزه جدا ما كل لعيبه مركز اربعه بالسرعه والرشاقه ديت. برافو يا تمارا بتأدي كويس النهارده، النقطه السابعه ليها، برافو يا تمارا، بترفع النتيجه 25-9. خديجه تحت الباسكت، لا في وحش قوي الدفاع تحت الباسكت خصوصا في الزاويه العكسيه، بتباصي باصه حلوه لرضوى سالم بتحط نقطتين 25-11. كابتن طارق طبعا هيتكلم في الموضوع بتاع الدفاع فيه خطا كده فيه ثغره ورا. رضوى محمد، رضوى محمد حاول تخترق وتسجل ما تجيبش. رنا علاء، رنا علاء خلاص هديت على ملعبها مستنيه زمايلهم. رضوى بتديها لنسمه، نسمه تاني بكنزي، كنزي اخيرا بتسجل كنزي، شاطت اتنين ما جبتهمش، واضح انها شويطه ومصرره انها تشوط وبتسجل، برافو يا كنزي. 25-14 اخر 30 ثانيه في الكوارتر الاولاني. نادين سلعاوي، نادين، ميرال اشرف، ميرال، ميرال، 19 ثانيه على نهايه الكوارتر. فتونه بتعمل ريباوند كويس وبتطلع ما بتجيبش الكوره، والاخر تسجل فتونه 27-14 اخر هجمه، اخر هجمه. رنا علاء بتخلص بسرعه كده بس ما بتجيش، وفعلا بينتهي الربع الاول بتقدم النادي الاهلي 25-17. استراحه قصيره مدتين ونعود لسادتكم مره اخرى والكوارتر الثاني. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، مرة تانية والربع الثاني من مباراة كأس السوبر لموسم 22-23 لكرة السلة النسائية بين النادي الأهلي ونادي الجزيرة. انتهت الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي 27-14. لعبنا نص دقيقة ما حصلش فيها حاجة، ما فيش أي حد سجل. خماسي النادي الأهلي دلوقتي حبيبة بيكو، يارا أسامة، رنيم الجداوي، سرايا محمد، وميرال أشرف. دلوقتي مارادونا بتاخد الكرة تاني تديها لكنزي، لخديجة، ثلاثية الجيش تلمها، سرايا، سرايا، سرايا،
تقف على ملعبها. يا عيني عليك يا عيني عليك يا فنانه فنانه والله. سيبوك كليوباترا من شويه. سرايا محمد بتخضع كل اللي في الملعب وبتخضع المعلق وبتعمل باص اسيست رائعه لنيم اللي مسجل منها نقطتين 29 14 لصالح النادي الاهلي. خديجه رضوى مارادونا كنزي نسمه كنزي لرضوى لكنزي بتشوط ثلاثيه سجلش لمها رنيم الجداوي. رنيم تاخدها منها رضوى رضوى بتخش ما بتجيبش تلمها رنيم. زي ما بقول لكم واضح ان في تعب كده في الاداء من خارجين من مباريات متلاحقه في الدوري المرتبط. فواضح ان اللعيبه مجهده. ادي بيكو سوريا محمد سوكا سوكا المتالقه ثلاثيه كليوباترا كورسا النسائيه المصريه. سوكا ثلاثيه بترفع النتيجه ل 32 14. رضوى مارادونا خش برافو عليكي عاليه برافو عاليه سجل نقطتين 32 16 دبل سكور. حبيبه حبيبه محمد بيكو زي ما بنحب تحب نقول لها. رنيم الجداوي رنيم بتموه وبتخش ما بتسجلش بتطالب بفاول من الحكم. الحكم بيقول لا ما فيش حاجه تبتدي. محمود جمال كنزي كنزي سرايا بتعمل عليها دفاع جيد فعلا بتقول الكره اوت عليها بس الحكم بيقول لها لا. كابتن عمرو عاصم بيقول له في طرقعه لازم تبقى فاول. يا سلام عليك يا سرايا. بص الثلاثيه بتاعت سرايا خدت القرار ركزت علت القرش جوه الباسكت. برافو يا سرايا. قصاد لصالح نادي الجزيره رضوى سالم ميديم شوت بتاعتها ما تجيبهاش. رنيم سرايا سوكا سرايا محمد يا رسامة لسوكا تاخد فاول من كنزي. رميتين حرتين لصالح سرايا محمد. كنزي بتقول له زي اللي فاتت حسبت دي ما حسبتش دي. حكم بكل لذاذه كده بيضحك معاها. الروح الرياضيه بتبقى سيده. كابتن محمود جمال بابتسامه ظريفه كده بيهديها. سوكا بتضيع مش من عوايدها تضييع الفاول شوتنج. سرايا من الحاجات النادره جدا تركز سجل رامي الحره الثانيه ترفع السكور 33 33 16 لصالح النادي الاهلي. رضوى عاليه او مارادونا كابتن طارق بيقول لهم لسه هنلعب زون ضم الزون لجوه شويه. هو شايف ان مفيش شويطه كبيره في كتير في الفرقه. كنزي عاليه ثلاثيه هارد لاج بتخش وتخرج دماغ رنيم رنيم الجداوي سرايا محمد سرايا بتعمل باصه رائعه لرنيم بس ما تلحقهاش. وحشه يا ميرال خدها كنزي 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 بتوصل وبتاخد فاول من سرايا. دلوقتي نزل جانا اشرف رقم 55 في نادي الجزيره مكان المحترفه. ونزل جانا وائل رقم 1. كنزي بتضيع الرمية الحرة الأولى. الرمية الحرة الثانية لصالح كنزي. سجلها كنزي برافو. 33 17 بيكو بيكو سنة ألعاب النادي الأهلي. بيكو بتاخد لعب ستار بتحاول تخش لوحدها بتخش لكن ما تسجلش. تلمها انجي تديها لمارادونا مارادونا لجانا وائل بتخش ما بتجيبهاش. يا اسامه سوكا بصه طويله ميرال اشرف حبيبه بيكو حبيبه بيكو تاخد ستار من رنيم. بيكو حاول تخلص سيا تدي الميرال ليارا يارا اسامه يارا اسامه بتلف ترتكز لكن مفيش حاجه. مارادونا مارادونا برافو عليك يا عاليه بتخترق وبتسجل 33 19 لصالح بنات النادي الاهلي.
بيكو، سوريا، سوريا تدي الرنين، دافع عليها كويس كنزي، في ميس ماتش مع زايد بيدافع عليها كويس، يبقى اوت سايد لصالح النادي الاهلي. رنين تلعب واحد على واحد، مش فورمة رنين، واضح انها مستهلكة من بطولة رنين، رنين واضح انها تعبانة. كنزي تبقى صاد صح نادي الاهلي، قفطت في مارادونا في الاخر. رنين رنين من الجداوي اللعيب كان عليها كتير في البطولة في المرتبط، واضح انها لسه تعبانة. إذا جانب ان لازم ننصحها في ودنها كده، يا رنين انت بتعملي حاجات المفروض ما تعمليهاش، فده بيتعبك اكتر. فبالتوفيق رنين. سوكا، وادي دينا عمرو كابتن النادي الاهلي، نزول، وادي قطعه جميله جدا من ميرال اشرف باسيست رائع من رنيم الجداوي، برافو يا ميرال وبرافو يا رنيم، تفاهم عالي بين الاثنين، ترفع النتيجه ل 35 19. نسميها في الباسكت الباك دور دي او القطعه الخلفيه. علياء، انجي، كنزي، او دبل دريبل. الكابتن تامر يحيى بيقول ان دبل دريبل، انها مسكت الكوره وعمل دريبل ودريبل الثاني. تغيير، خارجه كنزي ونازله خديجه المحترفه، وخارجه بيكو، بيكو راجعه من اصابه طويله شويه لسه ما دخلتش فورمه، ونزلت الكابتن ودينا عمرو، وشاف كمان نادين سلاوي نزلت، اكيد نزلت من محمد اشرف، ميرال اشرف، نادين 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 نادين، يارا سامه تعال تلعب واحد على واحد، برافو يا يارا، تكسب الموقفه وتسجل، تكسب موقف وتسجل نقطتين، ترفع السكور 37 19. انجي يا جانا وائل، اسف جانا وائل، مارادونا لخديجه، رضوى، رضوى عايز تلعب هي لوحدها، بتدي لانجي، تقطع سوكا، سوكا راح واحد على واحد، بتقف وتعمل فلوتر شوت كده، برافو عليكي، موهوبه يعني كوكتيل مهارات زي ما بيقولوا بالامانه سرايا محمد. تايم اوت للكابتن عمرو عاصم بعد ما ارتفعت النتيجه ل 41 19 او 39 19. نسمع نقول يقول ايه كابتن عمرو والكابتن طارق. مرة تانية وعودة للمباراة، مباراة كأس السوبر لموسم 22-23 بين النادي الأهلي ونادي الجزيرة للأنسات. النادي الأهلي بيأدي أداء رائع، متقدم 39-19 وباقي 3 دقايق و50 ثانية على نهاية الربع الثاني. كرة مع نادي الجزيرة، المحترفة خديجة توصل لعالية، لجنى، لعالية، ثلاثية ما بتجيبهاش، تروح المية تاني، برافو مارادونا، جنى بتديها لخديجه تحت الباسكت، ترجع تاني لمارادونا، جنى اربع ثواني على النهايه بيقولوا لهم شوتوا.
خلفت 24 ثانية طبعا. يبقى صار صالح النادي الاهلي. رجعت رنا علاء للملعب في نادي الجزيرة. نادين سلعاوي سوكا بتكون بدستور صانع الالعاب دلوقتي. رنيم الجداوي لسوكا. رنيم بتحاول مصممة انها تلعب على الباسكت. في دلوقتي كرة قفز اعتقد الحائزة لنادي الجزيرة لان كانت بتضيع مع النادي الاهلي في الكوارتر دوت. فعلا نادي الجزيرة هو اللي هيطلع الكورة. 3 دقايق و6 ثواني على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الأول. 39-19 صالح النادي الأهلي. عالية خديجة جانل نسمة رنا علاء عالية لجانا. جانا تروح من تتخطف من ايديها جانا أشرف. تروح لنادين. نادين دينا عمرو سوكا يارا سامة رنيم الجداوي. ميديم شوت برافو يا رنيم. ايزي شوت تسجل نقطتين. 41-19 لصالح النادي الاهلي. زي ما قلت في المقدمه الماتش ده جاي في وقت ممتاز لفرقه النادي الاهلي بعد الاخفاق في بطوله المرتبط لاستعاده الانتصارات واستعاده البطولات اللي سيطر عليها النادي الاهلي الموسم الماضي. الموسم الماضي النادي الاهلي خد كل البطولات. فديت تفوقنا شويه بعد الباد لك اللي حصل لنا في دوري المرتبط. فتفوق الفريق خصوصا ان احنا داخلين على بطوله افريقيا الانديه. دينا عمرو الكابتن ثلاثيه. برافو يا دودو ما شاء الله. هايل يا دودو كابتن النادي الاهلي دينا عمرو. سجل ثلاثيه ترفع السكور 44-19. زي ما بقول لكم يعني محتاجين المكسب ده جدا. محتاجين ان احنا ناخد البطوله دي. فالماتش ده جاي في وقت نموذجي علشان نطلع من الكبوه اللي احنا فيها ديت. وخصوصا احنا بنستعد لبطوله افريقيا زي ما قلت لكم. اوت صالح لصالح نادي الجزيره. دلوقتي هتنزل رقم 15 خديجه عثمان. زي ما قلت لكم بنت هايله تحت 18 سنه لسه اول سنه 18. مستقبلها رائع مع نادي الجزيره. عملت مباريات جيده جدا في الدوري المرتبط. المره بتشارك مع الفرقه. سكوره بنت هايله سنسها عالي جدا. برافو يا خديجه ما شاء الله عليكي. يا بخت نادي الجزيره بيكي. سوريا نادين سلعاوي. سوريا محمد سوكا رنيم الجداوي. نادين سلعاوي يارا سامه. يارا وهي داخله رنا علاء بترتكب ضدها خطا. باشمهندسه رنا علاء خريجه كليه هندسه زي ما قلت لكم بنت النادي الاهلي. طول عمرها بتلعب في المراحل المسؤولين بتاعه النادي الاهلي ولعبت موسمين في الدرجه الاولى مع النادي الاهلي لكن ما قدرتش توفق ما كان اخر سنه في كليه الهندسه فانتقلت نادي الجزيره. يارا اسامه سجل النقطه الحره الرمي الحره الاولى. يارا اسامه ما تجيبش الرمي الحره الثانيه. يبقى 45-21 لصالح النادي الاهلي. اخر دقيقه 10 ثواني الشوط الاول. خديجه مارادونا رانا خديجه عثمان خديجه السنغاليه نقطتين. ميديم شوت برافو عليكي. 45-21 اسف 45-23 سوكا رنيم جداوي يارا اسامه بتديها الكوره بتقطع عليها لكن الحكم بيحتسب خطا ضد رنا علاء. برده رميتين حرتين لرنيم الجداوي. متبقي 43 ثانيه 44 ثانيه على نهايه الشوط. رنيم واضح وشها شايف ان فيه تعب. ان شاء الله بقى بعد الماتش ده يريح شويه قبل بطوله افريقيا. رنيم بتسجل الرمي الحر الاولى. برافو رنيم. 46-23 الرمي الحره الثانيه ما بتسجلهاش. تلمها خديجه عثمان لعاليه. عاليه لرنا علاء. نسمه ماجد. نسمه بتخترق لكن يارا اسامه بتعمل لها بروك. واروع
برافو يا برافو برافو يا يعني. حسن صح نادي الجزيره، نسمه ماجد، خديجه عثمان، عاليه، خديجه عثمان، خديجه، خديجه السنغاليه الثلاثيه، برافو عليك المحترفه، 3 بونت، تبقى 45 27 45 27 17 ثانيه. جيدو دينا، دينا يا سلام على الاسيست، برافو يا دينا عمرو، بتعمل اسيست رائع لنادين سلعاوي اللي بتسجل 47 27، وبذلك ينتهي الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 47 27. استراحه قصيره ونعود لكم مره اخرى والشوط الثالث والرابع ونهايه المباراه. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الف شكر للمتالقه مريم سميح وضيوف الكرام في التحليل في الاستوديو التحليلي الكابتن داليا عرابي والكابتن محمد موسى. حللوا لنا كل حاجه حصلت في الشوط الاول بكل منطق. الشوط الاول انتهى بنتيجه 48 26 زي ما احنا عرفنا، كان الربع الاول انتهى ب 27 14 لصالح النادي الاهلي. النادي الاهلي سيطر على مجريات المباراه منذ بدايتها، ما اداش فرصه لنادي الجزيره لان هو يرجع في المباراه، ودايما كان في دفاع جيد جدا من النادي الاهلي. النادي الاهلي سيطر على السله بتاعته وقدر ان هو يعمل ريباوند كويس تحت الباسكت بتاعه، والريباوند ده ادى لان جريوا كتير عليهم على النادي الاهلي، جري كتير فاست بريك، وكمان كان النادي الاهلي مركز جدا في الثلاثيات. ناس الثلاثيات كانت عاليه جدا في الربع الاولاني، خمس ثلاثيات في الربع الاولاني واثنين في الربع الثاني، يعني سبع ثلاثيات في الشوط الاولاني. كان في توفيق كبير. طارق خيري، كابتن طارق خيري لعب معظم لعبته، لعب لغايه دلوقتي 10 لعيبه او 11 لعيب، فاضل دلوقتي بس ما لعبش جايده خالد، هي اللي ما لعبتش لغايه دلوقتي، لكن الباقي كله لعب، يعني 11 لعيب اشتركوا في الشوط الاول، وان شاء الله هنشوف جايده مع بدايه الشوط الثاني. وانا شايف دينا عمرو ديدو كابتن الكابيتانو زي ما تحب تقال لها، وشايف سوريا سوكا كليوباترا، وادي جايده، لسه بقول لكم جايده ما نزلتش رقم 99، دي جايده خالد بتتكلم مع الكابتن محمود جمال الحكم، وشايف السنغاليه فاتو ده خماس النادي الاهلي، ومعاهم كان كمان 10 لعيبه بس لعب الفريق الاول، ما كانش لعب الشوط الاولاني، بدات هي كده كابتن خالد كابتن طارق اشرف كل اللعيبه بس عشان من دينا عمرو، لما خديجه لرنا علاء، خديجه عثمان موجوده، رضوى سالم موجوده، رنا علاء موجوده، ادي خديجه عثمان، ابلك برافو، فريده وائل، سوريا محمد، سوريا جايده بتلعب في بوزيشن 4، جايده من لعيبه صغيره من ناشئات النادي الاهلي بتلعب 4 و3، فاتو بتديها لجايده، ثلاثيه من جايده، برافو يا جايده خالد، جايده خالد اول ثلاثيه ليها، برافو، الثقه في نفسها عاليه جدا، برافو يا جايده، ثلاثيه بترفع السكور ل 51 26، جايده اول موسم ثاني موسم لها في الدرجه الاولى من قطاع الناشئين من النادي الاهلي، كانت مرت باصابه كده بس الحمد لله رباط صليبي رجعت بالسلامه، برافو يا جايده، وادي كنزي، كنزي تخترق تديها لفريده عثمان، برافو كنزي بتلمها من خديجه عثمان بتسجليها وتلمها كنزي وتسجل السكور بيبقى 28 51. واحد سوكا، سوكا، سوكا لجايده بتهوش، برافو يا جايده تديها لفاتو تحت الباسكت ما تعرفش تسيطر عليها، طلعها فريده وائل، فريده وائل خمس باصه حلوه قوي من فريده وائل لفاتو تحت الباسكت ما تعرفش تسجل، كنزي، خديجة، خديجة عثمان، رضوى سالم، جايدة بترتكب معها خطأ، فعل على جايدة، وهذه كابتن محمود جمال،
بيبلغ الحكام رقم اللعيبه اللي احتسب ضدها الخطأ الشخصي. كنزي، كنزي احمد فرشت لرنا علاء، رنا بتهوش خش وبتسجل، رافع رنا 30-51. سوكا في الدور صانع الالعاب، جايده خالد، جايده خالد المصري، جايده تاخد سكرين فاتو، لعبوا مع بعض لدينا، دينا عمرو ثلاثيه ما بتسجلش، تلمها خديجه عثمان، طلع لرانا، رانا على رضوى سالم لخديجه، اي كلام، تلمها فاتو، سوكا، سوكا، الماتش هادي، الفرقتين بيأدوه على انهم يخلصوه خلاص. وادي سوكا فلوتر شوت ما بتجيبهاش، تلمها رضوى سالم، رضوى، رضوى لكنزي، لرضوى، رضوى بتلف بجايده وبتسجل، رابع رضوى 32-51. فريده وائل ناشئه نادي هليوبلس، لعيبه الدرجه الاولى في نادي هليوبلس، تم التعاقد معاها من 3 مواسم مع فريده وائل. فاتو تخترق ووك، طبعا خطا ماشي بالكرة، انا قلتها قبل ما يصفر الحكم، وجهه نظري ان يعني مش لعيبه سوبر، يعني لعيبه عاديه، لو نقدر نغيرها قبل ماتش مباراه السوبر يبقى كويس. رنا ده بيلعب دفاع منطقه 2 3 دلوقتي، رضوى نزلت مكان سوكا، رضوى محمد نزلت مكان سوريا محمد، رضوى رنا علاء ثلاثيه ما بتجيش، لما ادينا عمرو لكن تخطف منها كنزي وتشد سلاتة ما بتجيش، فاتو تلم الكوره، فريده وائل، فريده، فريده بتخترق، تطلع الكوره لدينا عمرو، رضوى محمد على الثلاثيه، رضوى ما بتجيش، تلمها كنزي، كنزي بتنقل الملعب، تنقل الملعب، واضح برضو ان الكابتن طارق بيريح مجموعه من اللعيبه اللي ارهقت في المباراه اللي فاتت. جايده بتعمل بلوك كويس قوي خديجه عثمان، رابع جايده، البنت دي زي ما بقول لكم موهبه شابه طالعه هتبقى من احسن لعبات الباسكت في مصر قريبا ان شاء الله، ما شاء الله عليها. فريده عثمان، سوري، خديجه عثمان، قطعها دينا تديها لفريده وائل، تتسجل نقطتين بسهوله 53-32. رنا علاء، رنا علاء، رنا علاء لكنزي، خديجه عثمان، رضوى، رنا علاء، خديجه عثمان بتلف في فاتو ويحصل باص المره الثانيه، تاخدها فريده وائل وبتنطلق وهي لوحدها خالص وتسجل باسكت 55-32. يعني جيم من بدري انتهى اكلينيكيا، الفرقه الجزيره ما بتعافرش انها ترجع في الجيم، وعشان كده برضو فرقه النادي الاهلي بتلعب على قد الجيم. وادي كنزي بتسجل 55-34. زي ما قلت لكم مهم جدا الجيم دوت، جه في وقت مناسب جدا لفرقه النادي الاهلي بعد خساره الدوري المرتبط في اول الموسم، على اساس ان هو جيم اسهل من جيم سبورتنج شويه، فممكن نبقى نبتدي بيه حصاد بطولات الموسم ده، نستعيد الثقه ونستعيد الانتصارات ونستعيد البطولات ونكمل الموسم واحنا داخلين على بطوله افريقيا. فمهم جدا توقيت توقيت الجيم دوت وتوقيت البطوله دي ان شاء الله تكمل على خير وان شاء الله نكسبها. ومره ثانيه بطلب من حضراتكم رجاء ليس امرا الدعاء للاستاذ عمرو فاروق، زي ما قلت لكم الاستاذ عمرو فاروق ما كانش بيسيب الفرقه اي فريق من فرق الصالات في المباريات المهمه ديت، بيمر بوعكه صحيه شديده، محتاج دعائكم كلكم، ادعوا له ان ربنا يشفيه ان شاء الله وامننا بالسلامه. رنا علاء، رنا علاء بتخترق ما بتسجلش، لما جايده تقطع عائشه خديجه في الاخر تبقى اوت سايد لصالح النادي الاهلي، النتيجه 55-35، 4 دقائق و19 ثانية على نهايه الكوارتر الثالث. فريد ادي طارق غيري الغزال زي ما بنحب نقول له،
فريدة فتو لفريدة وائل، لكن رضوى بتعمل لها بلوك كويس. برافو يا رضوى. رنا علاء، رنا علاء هديت على ملعبها. خديجة، رضوى سالم، رضوى سالم، ثلاثية هايلة يا رضوى، هايلة. طبعا هي كابتن الفريق، من اللعيبة اللعبات الجاية، لعيبة من لعيبة من لعيبات منتخب مصر، ثقتها في نفسها عالية جدا. كابتن الخيالي بيزعق ازاي انها بتشوط من غير ديفينس. 38 55 السكور بينزل ل 17 نقطة. رضوى محمد، رضوى محمد، فريدة وائل ثلاثية ما بتجيش، تلمها رضوى سالم، رضوى سالم بتعمل كل حاجة. رضوى سالم خلاص بدخلت الكرة، هي عايزة تروح تلعب على الباسكت، لكن رضوى محمد بتقطعها منها. ادي رضوى محمد معاها الكورة، نشأة نادي الغابة، النادي اللي اتعاقد معاها تحت 18 سنة. وادي فاتو أخيرا بتحط باسكت. 57 38 رنا علاء لينجي، لينجي لجانا وائل، جانا فريد وائل بتاعت الكرة برجليها، فبنجدد ل 14 ثانية مرة تانية. ادي فاتو أول مرة تعمل ميديا شوت في المباراة النهاردة، تعملها كويس وبتسجل منها، أو شوطة من مسافات قريبة يعني متوسطة. ادي نسمة ماجد بتنزل وبتخرج. خديجة عثمان، نسمة، جنى، جنى وائل، رنا علاء، نسمة، رنا علاء. النادي الاهلي قلب زون ديفنس. رضوى سالم ثلاثية، تلمها نادين اللي نزل دلوقتي مكان نادين. فريدة وائل مكان دينا عمرو، نادين صعب نزل مكان دينا عمرو. رضوى محمد، فريدة وائل، فاتو بتلف بنسمة محمد لكن خطأ ماشي بالكرة. كابتن محمود جمال بيصفر عليها، خطأ ماشي بالكرة. رنا علاء، طارق خيري، رضوى، جانا، خديجة تقف تاخد شوطة في الميديم شوت ما بتجيبهاش. تلمها رضوى محمد تطلع اوت منها. ادي جايده خالد، رضوى محمد، نادين سلعاوي، نادين، نادين فاتو، نادين، جايده خالد بتخترق وتحط بدايه شمال. برافو يا جايده ما شاء الله، ما متأسسة كويس البنت، بتلعب بالشمال وباليمين، تلعب هوب شوت فلوتر شوت 3 بوينت. برافو يا جايدة، مستقبل واعد برضه زي ما قلت على خديجة عثمان في النادي، في نادي الجزيرة. أنا بقول إن جايدة خالد إن شاء الله مستقبلها واعد مع النادي الأهلي، هتكتسب ثقة، تلعب أكثر من مركز، تلعب في مركز أربعة، مركز ثلاثة، وساعات بنحطها في مركز اثنين كمان بتجيد فيه. رمية إضافية لجايدة خالد المصري. بتسجل رامي. برافو يا جوجو. رنا، رنا علاء، رضوى سالم، رضوى ميديم شوت ما بتسجلش، فاتو تلمها. نادين سلعاوي، رضوى محمد، رضوى رجل لراجل، نادين سلعاوي الثلاثيه من نادين، بعيده شويه نادين، تلمها رضوى سالم، رنا علاء، رضوى سالم ثلاثيه ما بتسجلش، فاتو بتلم. 60 37 فاضل دقيقه و10 ثواني على نهايه الربع الثالث. نادين سلعاوي، نادين سلعاوي بتحاول تلعب واحد على واحد، بتقطع منها، تاخدها جانا دي خديجة، خديجة ما بتسجلش، تلمها رضوى محمد. برافو يا رضوى، رضوى، جايدة، نادي، ثلاثة بونت، هارد لاك بتخش وتخرج، تلمها فاتو، ترجع تاني لجايدة، ثلاثية من جايدة ما بتسجلش، نادين سلعاوي،
برضه ما بتسجلش، الحكام سايبين الجيم على السن يمشي خلاص. خديجة 32 ثانية على نهاية المباراة، سلاوي تقطعها تروح لرضوى محمد، رضوى محمد راح واحد على واحد بتهدي على نفسها، طلع نادين سلاوي، نادين بتسجل وهي داخلة كده، خبطت رقم 12 رنا علاء. طبعا رنا زميلتها ونفس الجيل، تربيين مع بعضيهم، كانوا مع بعض الفرق الناشئين، ونادين راحت تطمن عليها. الجيل بقى ده كان فيه زينة البرقي، ويعني رنا صابت طبعا ما تقصدش، الف سلام عليك يا رنا. ودي دينا طبعا كابتنتهم كلهم، لان دينا كابتن فرقه النادي الاهلي وهي اكبرهم من ولاد النادي الاهلي. ورنا زملت نادين سلعاوي في فرقتها في الناشئين قبل ما تسافر لامريكا. طبعا نادين سلعاوي حكايه في امريكا، 4 سنين بتلعب في جامعه كلاس اي، وخدت الهدافه التاريخيه للجامعه ديت، ومعلين صورها في داخل الصاله في الجامعه. وبعد ما رجعت كان المفروض هتروح تحترف في اوروبا، لكن رجعت ايام الكورونا، والنادي الاهلي حاول معاها كتير لغايه اما تعاقد مع نادين سلعاوي بنتنا، بنت النادي. ادي رنا علاء، واضح ان هي يعني جت في شفتها كده، والكابتن علياء بتطمن عليها برضو، علياء مرنتها. وده الكابتن عمرو عاصم، قلت لكم برضو من النادي الاهلي. ناشئين المباراه على فكره شغاله، المباراه شغاله يا جماعه، ممكن تجيبوا لنا المباراه. البنت كويسه الحمد لله، مفيش حاجه. خديجه فاتت بتقطعها، بتوصل لرضوى، نادين سلعاوي بتسجل، نادين سلعاوي خلاص. وهينتهي الكوارتر الثالث بفوز النادي الاهلي 64-37. استراحه قصيره ونعود اليكم ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، مرة أخيرة والربع الأخير من مباراة نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة سيدات لموسم 22-23. أدي رضوى محمد خطفت الكورة وسجلت، انتهى السكور. الكوارتر الثالث بتقدم النادي الأهلي 64-37، دلوقتي 66-37 لصالح النادي الأهلي. آخر 10 دقائق المباراة بتتجه غالبا بشكل كبير لصالح النادي الأهلي. خلاص مبروك للنادي الأهلي من دلوقتي بقوله لهم. ادي نسمة، خديجة بتقف ما بتجيبش، سجلناها جايدة، رضوى محمد شايف دلوقتي في الملعب فريدة، وادي يارا سما اللي نزلت وداخلة، لكن رضوى نسمة ماجد بترتكب خطأ ضدها، ويارا سما بتحصل على الخطأ برميتين حرتين. يارا والخارج بتحط بتسجل الرميه الحره الاولى، برافو يارا، بترفع السكور ل 68. يارا ما بتسجلش الرميه الحره الثانيه، بتلمها رقم 10 ملك نادي الجزيره مارادونا، عاليه خديجه، عاليه جنى، نسمه، نسمه، مارادونا، فلوتر شوت كده، برافو عبد الله ما بتجيبهاش، لله مارادو محمد، يا رأسامة، نادين سلعاوي، رضوى، رضوى، يا رأسامة، تتعملها، تاخدها عالية، عالية بتخترق، الحكم لحقها كده فاول على جايدة. رميتين حرتين يعني فيها بودي كونتاكت كده، رميتين حرتين لعالية، مكافأة على مجهودك يا عالية، ما بتسجلش. ادي الكابتن علياء محمود ورا الكابتن طارق خيري، طبعا كابتن كريم اسماعيل هو المدرب العام. جايدة، حكم بيدي الكرة على النادي الاهلي، اعتقد هيبقى في كوركشن او في تصحيح، مش عيب الحكام بيتكلموا مع بعض.
خلاص اصر على كارول الحكم ان كره نادي الجزيره. فادي النادي الاهلي بيندع على 2-2 يعني زون ديفنس او بتاع منطقه. خديجه خديجه جانيل افتتح منها يا رأسامه. فريده وائل من السلعاوي، فريده يا رأسامه لجيداء خالد، فريده وائل ماشي هذا ماشي بالكره تمام مظبوط حركه رجليك الاثنين يا فريده. سبعة وستين تسعة وتلاتين خديجة جونيل جانا جاسمين تقف تشوف بجبيش رضوى فريدة وائل نادين سلعاوي تخترق نادين فاول وهي داخله جاسمين بتتاكل ضدها فاول اوتسايد لصالح النادي الاهلي من تحت الباسكت نزل رضوى سالم وطلع نسمه ماجد مان تو مان راجل لراجل بعد راجل لراجل يا رأسامه حاول تخترق رضوى محمد رضوى محمد تاخد استرسال من جايده بتدخل لها الكوره جايده وده شمال برده مره ثانيه برافو عليك يا جايده بتسجل 69 39. خديجه جاسمين ثلاثيه ما بتجيبهاش تلمها يا رأسامه رضوى محمد نادين سلعاوي يا رأسامة قطع كويس لكن رضوى محمد رضوى سالم بتعملها بلوك اكثر من رائع جانا جانا وائل ملك حاتم اللي نزلت اول صعد على صحن الاهلي وادي اربع لعبات مره واحده دينا عمرو سوكا رنيم ميرال هيفضل بس يا رأسامة في الملعب من الخمسه اللي موجودين هيخرج الباقي كيم خلصان كابتن طارق بيريح لعيبته بيبدل سوكا اللعيبه بدون صناعه اللعب يا رأسامة ميرال اشرف ميرال بتخترق ميرال تدي حلوه قوي يا رأسامة وقفتش كويس على رجليها يارا وتضيعها تحت الباسكت رضوى سالم تاني مرة بتخبط في رجل
بتخبط في رجل رقم 14 جاسمين اشرف وتطلع اوت سايد. 5 دقايق 45 ثانية على النهاية. سوكا سوكا تاخد ستار من يارا سامة. جداوي جداوي خدها جاسمين. رضوى سالم بتدوم بصدر صناعة الألعاب. رضوى سالم خديجة جانل بصة وحشة قوي لكن توصل لجاسمين تمها. رنيم الجداوي رنيم ميرال رنيم ليارا سامة بتسجل وتاخد خطأ برمية إضافية. ليارا سامة برافو يا يارا. فاول على رقم 10 ملك حاتم. 71 69 رمية إضافية ليارا سامة بتلمها رضوى سالم. رضوى سالم بتقوم بدور صناعة لعبت زي ما قلت لكم. خديجة جونيل جناعم يا سلام على الباصة برافو يا رضوى. جنى رضوى سالم ثلاثية بتلمها سوق يا رسامة. يا رسامة بتباص وحش قوي بتنزل تحت الباسكت لرضوى سالم بتسجل 71 41. سلايا محمد رنيم تاخد تاني من سرايا بتخترق طلعها لسرايا فاضي برافو يا رنيم باصه كويسه شايفه كويس. سرايا بتخترق يا رسامة بتلم وحشه قوي يا يارا. وادي رنيم وادي وحشه برضه يا رنيم زانقين نفسهم تحت الباسكت قوي فعشان كده مش عارفين يروحوا في الزاويه اللي بتسجل منها كويس. وادي رضوى سالم بتخش رقم 10 ترتكب ضدها خالد. وادي خارجه يارا سامة ونازله تمارا نادر. فعل على دينا عمرو. رضوى ودينا دينا بتقول لها انا ما عملتش حاجه. رضوى بتقول لها خبطتيني. دينا بتقول لها لا ده انا خبطت الكوره عادي يعني. بتسجل رضوى تعمل الحره الثانيه. رضوى سالم ما شاء الله عليك يا رضوى سجل الرمية الثانية 71-43. سوكا بتدافع عليها جانا وائل. ميرال في إصابة كده حصلت لرنيم الجداوي بتعمل سكينة بتتحرك رجليها لفت تحتيها بسيطة إن شاء الله يا رنيم ألف سلامة عليكي. بصوا بصوا لا دست على رجل رضوى ورجلها لفت تحتيها سبين انكل ده بيبقى مؤلم جدا. ان شاء الله تبقى بسيطه ان شاء الله تبقى بسيطه يا رنيم ان شاء الله بسيطه. رضوى بتقول لهم انا ما عملتش حاجه. هي فعلا ما عملتش حاجه هي اللي راحت دست على رجليها. الف سلامه يا رنيم الف سلامه. هي بتبقى مؤلمه قوي. خلاص يا غزال ما تشيلش الهم الحمد لله ربنا عوضنا ببطوله ثانيه اهي. المهم اللي جاي تتألم رنيم. زي ما قلت لكم النادي الاهلي هيستعد. المفروض ان هو النادي الاهلي هننظم بطوله افريقيا للانديه. اول مره النادي الاهلي هيبقى منظمها على ملعب النادي الاهلي بالجزيره بحضور جماهيري كامل. كنت بتكلم مع الكابتن ماجد مسلمي المدير الفريق قال لي لسه في مفاوضات ثانيه مع الاتحاد الافريقي ما جاش التاكيد ان احنا هننظمها ان شاء الله خلال اسبوع ولا 10 ايام او خلال الاسبوع دوت ان شاء الله هيتم التاكيد على ان احنا هنقوم بتنظيم بطوله افريقيا. وبطوله افريقيا ممكن نلعب 4 محترفين 2 افارقه و2 اجانب بس اعتقد ان النادي هيجيب
اللعيبه امريكيه، ما يعني هيبقى في 2 اجانب بس معانا، وان شاء الله بكل التوفيق لطارق خيري وبناته، ويبقى يحصدوا لنا اول مره لقب بطوله افريقيا في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. فريق نادي سبورتنج السنه اللي فاتت كان بالنسبه له موسم سيء جدا، بس عملوا انجاز انه كان اول مره فريق من نادي من مصر بيفوز ببطوله افريقيا وبره مصر كمان. كان نادي سبورتنج حققها السنه اللي فاتت، وان شاء الله النادي الاهلي هو اللي حققها السنه دي. الف سلامه يا رنيم، ان شاء الله هتبقى بسيطه. طبعا مؤلمه بقول لكم، هي بتعيط اهيت، اللفه كانت جامده جدا. يعني احنا لعيبه باسكت وعارفين انها بتتعمل ازاي، دي اكبر اصابه بتجيلنا، بتبقى مؤلمه جدا. ان شاء الله تبقى بسيطه وترجع بسرعه ان شاء الله رب العالمين. وادي دينا كابتن الفريق وكابتن علياء محمود نجمتنا الغزال الاسمر، اول لعيبه مصريه تلعب في الجامعات الامريكيه. علياء محمود كنت بدربه انا في الفتره ديت، راحت لعبت سنتين في جامعه امريكيه، كانت اول لعيبه مصريه تلعب، وبعد كده فتحت الباب علياء محمود لكل اللاعبات بعد كده ان هم تسافر وتلعب في الولايات المتحده الامريكيه. هتنزل فتونه، فاتو اسف، فاتو مكان رنيم الجداوي، وفاضل 3 دقائق و38 ثانيه على نهايه المباراه، نهايه مباراه كاس السوبر، نهايه البطوله، والنادي الاهلي ان شاء الله هيرفع كاس البطوله. 3 دقائق هيعدوا ويبقى ديت البطوله الثالثه للنادي الاهلي في كاس السوبر. السنه اللي فاتت فريق سبورتنج السنه اللي فاتت كسبناها، السنه اللي قبلها كسبنا سبورتنج، يعني اتلعبت 4 بطولات اعتقد ودي الرابعه. تمارا نادر السيد تدخل تطلع مرار اشرف، مرار يا سلام عليك يا مرار، لتمارا، برافو يا تمارا، بتعمل تمويه كده اهوت وبتطلع وبتاخد وتاخد خطا من رضوى سالم، خطا شخصي برميتين حرتين. تمارا نادر السيد الغزال الصغير، هارد لاكس بيديكي حسدتك. حكم بيطلب عامل ملعب عشان اكيد في ميه ناحيه اتجاه بيج الجزيره كده او مقاعد بدلاء نادي الجزيره، فطالب ان هو ينشفهم الحكم. تمارا نادي السيد الرميه الحره الثانيه، طبعا تمارا بتكلم جنى كانت بتلعب معاهم السنه اللي فاتت في كانت راحة عرب نادي السيد نادي الجزيره. تمارا ما بتجيبش في الرميه الحره الثانيه، بردت بقى لسه نازله بارده. جنى هاله تامر نزلت، رضوى لهاله تامر، فاتو تلم الكوره لسرايا لميرال، ميرال ميرال بتختلق تطلع لدينا عمرو لسوكا، سوكا الثلاثيه من سوكا ما بتجيبهاش، تلمها رقم 55 جانا اشرف لجانا عمرو لجانا وائل، اسف جانا وائل، رضوى سالم جانا وائل اوتسايد، ادي رقم 10 ملك حاتم، ودي فاتو محترفه السنغاليه. الف سلامه يا رنيم، ان شاء الله تبقى بسيطه ان شاء الله. تمارا وخرج جانا وائل، ميرال اشرف، ميرال تاخد ستار من فاتو، ميرال بتخترق طلع لتمارا نادر، ثلاثه بونت هارد لاك تلف وتطلع تلمها عالية، مارادونا عالية عالية، خديجة عثمان ثلاثية برقم 55 جانا أشرف، تلمها سوكا، ميرال، تمارا نادر بتحاول تنزلها الفتو لكن بتقطعها خديجة عثمان. 71-43 دقيقة و48 ثانية على نهاية المباراة. دينا عمرو كابيتانو
ميرال بتقطع كويس، تمارا فاتو بتلم الكوره وهي طالعه، فخديجه عثمان بترتكب خطأ ضدها برميتين حرتين. رميتين حرتين لصالح فاتو محترفه السنغاليه. اعتقد ان الكابتن طارق خيري لازم يفكر جديا في تغيير اللعيبه ديت قبل بطوله افريقيا. طبعا هو في الاول وفي الاخر اللي هو صاحب القرار، لكن معظم الناس بتتكلم ان هي مش مفيده. بتضيع رميتين الحرتين فاتو، يبقى اوت سايد. طبعا ده دخلت قبل ما تشوت، فبيبقى اوت سايد لصالح نادي الجزيره. دقيقه 36 ثانيه على نهايه المباراه. عالية عالية ثلاثية من عالية تمام. ميرال أشرف، ميرال بتحاول تخترق وبتخش. خديجة عثمان بتعملها بلوك، تبقى صايد لصالح النادي الأهلي. دينا عمرو فاتو، ميرال سوسة، ريا سوكا سوكا سوكا، تدي الفاتو تحت الباسكت، خطأ المشي بالكرة على فاتو. آخر دقيقة في المباراة والنتيجة 71-43 لصالح النادي الأهلي. نقدر نقول بقى بقلب مطمن كده، الف مبروك للنادي الاهلي بطوله السوبر لموسم 22-23، واول اول بطولات النادي الاهلي هذا الموسم. وان شاء الله تبقى بدايه كده لمزيد من البطولات والانتصارات. عايزين، فاضل لنا بطوله افريقيا، فاضل لنا الكاس، فاضل لنا الدوري، فاضل لنا ثلاث بطولات مهمين. ان شاء الله يقدر بنات النادي الاهلي وجهازهم الفني الفوز بيهم بالدعم الكبير اللي شايفينه من مجلس الاداره واداره النشاط الرياضي. ميرال اشرف، سوكا سوكا ما بتجيش، تلمها تمارا، وفي فاول ولا حيازه ديت. لا، الكابتن محمود جمال بنصفر فاول على رقم 15 اوت سايد. اخر 20 ثانيه، رميتين حرتين، نادي الجزيره ارتكب اكثر من اربع اخطاء شخصيه. ادي تمارا نادر، تمارا بتضيع الرميه الحره الاولى. ركزي، انت المفروض نسبك عاليه يا تمارا. تمارا نادر والرميه الحره الثانيه بتسجل، برافو يا تمارا. اخر 20 ثانيه، بنبارك للنادي الاهلي، بنبارك لمجلس اداره النادي، جميع النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، اداره النشاط الرياضي، جهاز كره السله، كابتن طارق خيري ولاعيبته، كابتن السوبر على بطوله السوبر، بنبارك لهم على السوبر، كاس السوبر في بدايه البطولات هذا الموسم ان شاء الله. اخر ثانيتين، وبذلك تنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي 72-43 والفوز بكأس السوبر لكرة السلة الموسم 22-23. ألف مبروك للنادي الأهلي، وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة سوبر سيدات الموسم 2023 فاز بها النادي الاهلي، المركز الثاني نادي الجزيره، الف مبروك للنادي الاهلي، الف وفر لنادي الجزيره. تفضل الاستاذ الدكتور ماجد الفريقه رئيس الاتحاد المصري لكره السله، مهندس هاني موسى دكتور مجلس الاداره، الاستاذ عمرو حسام هناء رئيس مجلس الاداره، الاستاذ محمد فتحي عضو مجلس الاداره، الاستاذ ايمن عوده عضو مجلس الاداره، الاستاذ
الاستاذ محمد حامد.